نختم هذه الجولة من الصفحة الأخيرة من الجريدة وزاوية بشفافية مع الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي، عنونها اليوم بقوله تريليونات وداد. بدأ زاويته بالقول: ترى من هي وداد هذه التي تحوز هذا المبلغ الخرافي؟ هكذا قدرت أن يتساءل من يطلع على العنوان أعلاه قبل أن يتوغل إلى التفاصيل، ولهذا رأيت أن أبدأ التعريف بهذه السيدة الثرية جداً وكيف حصلت على هذه الثروة الضخمة حتى لا تتشابه على القارئ الودادات. إنها وداد بابكر، الزوجة الثانية للرئيس المخلوع عمر البشير، وتواجه زوجة المعزول تهماً بتجاوزات وتملك أراضي سكنية وعقارات دون وجه حق على ذمة بلاغ ومخالفة نص المادة 7 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 تعديل 1996. كانت النيابة العامة أودعت من ضدة محكمة جرائم الفساد ومخالفة المال العام ملف بلاغ وداد زوجة المخلوع. تقول آخر الأنباء عن قضية وداد إن وكيل النيابة الذي حقق في القضية كشف عن امتلاك زوجة الرئيس المخلوع البشير وداد بابكر حسابات بنكية ومصوغات ومشغولات ذهبية وأموال محفوظة بشركات خاصة ببريطانيا. وأشار المحقق بحسب صحيفة السودان الدولية لاستحواذ وداد بابكر على ممتلكات تقدر قيمتها بأربعة تريليونات وستمائة وتسعة ملايين وستمائة تسعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة جنيهات سودانية. قال المحقق إن المتهمة عجزت عن إثبات الوجه المشروع لاكتساب هذه الأموال والأراضي. وأكد المحقق امتلاك وداد وأبنائها لاثني عشرة قطعة سكنية منها 7 عقارات بمناطق مختلفة. وفي المقابل أشارت المتهمة وداد في أقوالها التي تلاها المحقق إلى أن جزءاً من تلك الأراضي عبارة عن هبات من الرئيس وأخرى تم شراؤها من استحقاقات زوجها الشهيد. وما اعترفت به وداد من أملاك وأموال وعقارات وأراضي ومصوغات ذهبية يكشف إلى أي مدى تغلغل الفساد في أوساط بعض الجهات والشخصيات المتنفذة خلال العهد البائد، حتى كاد الفساد يصبح عملاً تنفيذياً روتينياً يعتقد مرتكبه أنه يحسن صنعاً. يوضح هنا المكاشفي أنه ليس وداد وحدها من تطالها تهم الفساد والثراء الحرام واستغلال النفوذ للتكسب، فهناك آخرون كثر رتعوا في المال العام والأراضي. نذكر منهم على سبيل المثال علي كرتي القيادي السابق والوزير السابق بالنظام المخلوع والمتهم بحيازة 99 قطعة أرض بنواحي منطقة بحري فقط، هذا غير عدد كبير من القطع الأخرى بمناطق أخرى مميزة بالعاصمة. ختم المكاشفي زاويته بالقول: لكن للأسف تجمدت كل قضايا الفساد والنهب المسلح مع تجميد الانقلاب للجنة تفكيك نظام 30 من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة بل وإيداع قياداتها السجون، وكأن حماية فاسدي النظام البائد كانت أحد أهم أهداف الانقلابيين، وربما أيضا خشية من أن تطال أعمال اللجنة بعضهم.